السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتعرفوا على الوجوه الجديدة للمنتخب الوطني الجزائري في تربص المقبل من أجل مباراة ضد مواجهة غينيا الاستوائية وليبيريا يوم 15 سبتمبر. هذيك وين ضبط الناخب الوطني في ضبط يعني معالم القائمة التي سيعتمد عليها خلال تربص سبتمبر المقبل، والذي ستتخلاه مواجهتين تصفيتين أمام كل من غينيا الاستوائية وليبيريا من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 بالمغرب. وبات في حكم مؤكد أنه من المنتظر أن يشهد تربص عودة بعض الأسماء يعني الثقيلة على غرار رياض محرز يشوف يعطيه يعني غادي هذاك يعطي شروط، هذاك يشوف معاه وهذا يشوف معاه، هيا ويشوف مدرب فني عنده شروط، مدرب فني غادي ما يتنازلش، هذا يبقى مدرب وهذاك كلعب يعني لازم يدخل في المجموعة. غادي تكون منافسة محرز، غادي تكون منافسة ماشي كيما كانت بكري يعني كارت الأخرى كسموها ليبريت فونسي، لا هذيك راحت تاع ليبريت فونسي تاع ذاك داوت مونزي تاع ذاك داوت مونزي هذيك صايك راحت. حنا كل مدرب والعمل تاعو، انا جاما بالماضي الله يسهل عليه، كل مدرب والعمل تاعو. جاما بالماضي حشات له قال له نديرهم كي خوتي باش نخدم معاهم ويخدموا معايا ونطلق لهم السوق راهم يلعبوا ويعاونوني، وانا حشات له تولوا شواكرة عليه بالك تعقلوا الاخر ماركا قالوا انا هو الشيكور شاف في تاع لي روبلاسو معصيناه سليماني قالها بالماضي ولا معصينا لما قالها قالوا انا الشيكور. محرز هنايا تاع في وهران بالك تعقلوا عليها يحمي في روحه تاع قناة الهداف في كاميري فيه عرى عليه نورمال بالك تعقلوا عليها، حط يده في حجره ديرك في وجهه هكا يشوف دار في وجهه واو لا خاطش عليه فاضو شكاره تاع الحليب كي تغليها تفيضها غادي يكون متنقص لهاش النار غادي تكمل تخرج تفيض تخرج كاع تاع بنادم كي تعطي حسابه دير له حسابه دير له حساب تعرف كيفاش دير له حسابه وبروحو يقعد مقادر روحه ما يخرجش على الطاجين ولا اللي تكون تغلي فيها الحليب ولا هذه هي هادو صاعدو كيما هاك نبغيك تسيبورتي ليكيب ناسيونال تلعب مليح راني نشكر فيك بصح تغلط كيكوطا تطرطق وتهرد كلش كيكوطا مي تكون زاهية يتصفر ونهار اللي تلاخر تنغلق غادي تدي معها كلش تطرطق تخسر كلش لا عشاء لا اللي تكون دير في العشاء كلش يروح. وبات بحكم مؤكد ان من المنتظر ان يشهد تربص عوده بعض الاسماء على غرار رياض محرز. وذكر الموقع بان فلاديمير تواصل الاتفاق مع اللعاب على اعادته الى تشكيله الخوض انطلاق من معسكر المقبل غادي يجمع معه نهار الخميس وقيله مع الخميس. وذكر المصدر ذاتي بأن القائمة النهائية تربص شهر سبتمبر المقبل ستشهد أيضا عودة النجم أندرليخت يعني الألماني فارس الشيبي الذي غاب شهر جوان الماضي لخيارات فنية والمدرب فلاديمير من المدرب فلاديمير ولجأ التقني البوسني إلى استبعاد مع يعني استبعاد يعني مدافع بروسيا دورتموند رامي بسبعيني على إثر إصابة التي تلقاها ضد بوليفيا في لقاء الودي الذي لعب لها الخوض شهر مارس الماضي ما ادى كذلك الى غيابه عن لقاءات مهمه لفريقه الالماني طيله 5 أشهر كامله. يعني وين نقولوا باللي اللاعب بن سبعيني عوده بن سبعيني تخدم فريق المنتخب الوطني الجزائري بن سبعيني ما قالش بلي لا ما نجيش ولا لا كان مبليسي هذه هي. وهذا محرز كي يجي يلعب في ليكيب ناسيونال لازم يقدم 100%.
لازم يقدم 100%، ماشي كيما كان يجي يكذب الظل الظل ويبغي يدخل ويخرج يهدر مع لونتينير هكا خرج فلان ودخل فلان، لا هو محصر في صحابه بلي ما راهمش يلعبوا راخر يلعبوا راخر ما يلعبش، هو ما يلعبش يدير كونترول ايا ويدير لك في ستوري يقول لك مالك الكونترول، يا ولدي وي مالك الكونترول انا حوس مالك الشيباك، مالك الشيباك عليا. وبات اسم اللاعب محمد فارس مرشح فوق العادة لتواجد ضمن التشكيلة الوطنية في تربص سبتمبر المقبل لتعويض غياب محتمل ليوسف عطال وكيفن جيتون. وفضع اللاعب يعني محمد فارسي أضحى يعني من تواجد اللاعب ستوك سيتي الإنجليزي عادل عواشيش مطروح بقوة للتواجد ضمن قائمة موسعة فقط في انتظار أن يسجل حضوره في مواعيد مقبلة. يعني ينجم ما يكون، ينجم ما يكونش عواشيش، انا ماذا بيا يكون، ودوش نضيعوا الوقت خاطر على كانوا ناس في قطر حاطينه في القائمه تاع التجنيس. وذكر الموقع ايضا ان التقني البوسني رسل اداره شبيبه القبائل من اجل الوقوف عند مدى استعداد اللاعب محمد امين مدني والذي اصبح عنصر اساسي في تشكيله المدرب البوسني بحكم تأجيل انطلاق البطولة الجزائرية إلى موعد لاحق. هذا محمد مدني الناس ولاو يقصروا عليه ولاو يضحكوا عليه أمام أوغندا، صح الغلطة اللي داروها داروها غلطة جماعية، غلطة جماعية بصح من بعد محمد مدني جبتها أنا لعب المباراة خاصة الشوط الثاني لعب مباراة يعني كبيرة كاع كاع فاز في كل الكرات الهوائيه مع لاطاي تاعو كلش وطلع وحاول باش يسجل وحاول يعني شاهدنا انتوما برك طايحين عليه تعايروا فيه هذا مكان. وبالمقابل من كسب المدافع الشباب الوزداد شعيب كداد دقائق لعب اضافيه مع نادي شباب الوزداد ضمن الدور التمهيدي لدور ابطال افريقيا حيث شارك في عوده ناديه بفوز ثمين من الكونغو برازافيل وهو ما يرشحه لتواجد ضمن كتيبة المدرب المنتخب الوطني الجزائري. هذه ان شاء الله احنا نظروا كي ولا هي مليحه وين ماندي عاود ولا صح خرج بطاقه حمراء اللعب تاع الاوروب صح بصح سي لا نقول لكم ونعاود لكم باللي ماندي قطعه اساسيه في المنتخب الوطني الجزائري ضروري تبقى يزيد يدير معاه قادر قادر يجيب كداد ولا يجيب كداد ولا مدني يديرها في اللاكس ومليها يحط كيسموه يعاود يرد بن سبعيني على الجهه تاع لاكوش ما تنجمش تلعب وايت النوري يديرها اتاك ما تنجمش تعرف. واللقطه تاع لونترينال تاع ذاك الكارديا اللي كذب ايت النوري والناس تعاير في ايت النوري وتعاير قال لك هذا ماشي جزائري واحد يقول لك لا هذا ما يمثلناش واحد توما ماشي قضية تاع تعايروا مصايبي كي تعايروا اللعابة هذو اللعابة مصطو كي تعايروهم تعايروهم بهذه الطريقة أنا نقول لكم تعايروا اللعابة بهذه الطريقة تسبوا اللعابة توما ماذا بكم هذه اللعابة دعم كاش في ليكيب ناسيونال بصح الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي هذا يتلعب أصاحبي يا ولدي بلايلي راح شو بير بلايلي مشي كاينه بلاصتو البارح يا ولدي انتوما شوفوا بلاصتو كاينه بلاصتها كاينه تاع بلايلي انتوما شفتوها انا ما شفتهاش اذا انتوما شفتوها انا ما شفتهاش والله العظيم والله ما شفتها تاع بلايلي كنت تهضروا عليها انا ما شفتهاش والله ما شفناها كاع المهم ما غاديش تكون سهلة ما غاديش تكون سهلة خاطر أنا في مرحلة انتقالية هذه يا خويا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيد.